ابو حنين. والله شوف، اول شيء لازم نسجل اعجابنا في الشباب صراحه. موسم كان طويل جدا، ابداع، التقاطات، حس عالي للشباب في الاعداد صراحه. فردا فردا يشكرون، لانه ترى فقره مو سهله انك انت تكون في رتم واحد طول الموسم بنفس قراءاتك بنفس التقاطاتك. فبرافو صحيح عليهم. صحيح. الله يعطيهم الف عافيه. خليني ابدا مما انتهى فيه ابو تركي بصراحه، حسين عبد الغني. في كل مره نحاول نلتقي، يعني ننتقي مفردات، نحاول نشيد فيه، ما نوفي حقه. لاعب بصراحه لما يجي زي فلدان مدرب يرى عقلية، يأخذه من الظهير الأيسر يخليه في المحور. وشفنا حتى في المباراة الأخيرة، رغم انتقادي للمدرب في المباراة قبل السابقة للأهلي، إن رمم صفوف الأهلي في منتصف الملعب، قدم مستوى. الموهبة السعودية أكثر ما خليني أقول لك يخليها تندثر من الملاعب هو عدم استمرارها. لازم تدرس حالة حسين. ليش في هذا العمر ثاني أكبر لاعب حسين في القارة الآسيوية؟ لما يتكلم أبو تركي ويقول لازم الاتحاد الآسيوي أو حساب الاتحاد الآسيوي يعطي حسين عبد الغني حقه، ترى مو مجرد لاعب بس في العمر، أعطى حتى داخل الملعب. فبرافو أبو عمر، أنت مثال يحتذى فيه لاستمرارك في الملاعب وانتظامك خارج الملعب. إدواردو بصراحة على جانبين، قوة اللاعب وقتاليته وقوة الهلال. يعني أشار لها في حلقة من الحلقات صراحة أبو أميرة، أنك أنت واحد زي إدواردو، شوف السقف العالي والطموح عند الهلال، واحد مسجل يعني ما هو رأس حربة وفي قائمة سجل الهدفين ب 12 هدف وتستغني عنه، شوف الطموح. وفي المقابل شوف إدواردو اللي قدمه للهلال في الفترة الماضية خلال سنوات وتستغني عنه. بداية الصفقات وبداية الانطلاقة للنصر في خالد الغنام وقدوم موهبة سعودية، عليك أن تحافظ على نفسك ألف مرة. سهل توصل، سهل الناس تشيد فيك، لكن المحافظة محتاجة منك عمل خارج الملعب كبير جدا. الاتحاد، والكلام كثير عن الاتحاد، لكن ما نمني النفس في الوسط الرياضي أن نشاهد اتحاد مختلف للموسم القادم عن السنوات السابقة.